ايه الفرق بين التريننج والاديوكيشن؟ التدريب والتعليم. هل التدريب هو التعليم؟ هل التعليم هو التدريب؟ السؤال ده بيطرحه ناس كتير جدا سواء كانوا متدربين او مدربين. التدريب هو اعطاء معلومات، اكساب مهارات، تغيير قناعات، لكن التعليم فقط هو اعطاء معلومات. النقطة التانية اللي هنتكلم فيها مع بعض في الفيديو المختصر ده، هل التي او تي يخص مهنة ترينرز فقط؟ يعني لو انا شغال تيم ليدر او شغال ميديكال ريب او شغال في عمل تطوعي، ما ينفعش اخد تي او تي؟ التي او تي يا جماعة كسكيلز هي مهارات حياتية، دي احنا بنتعرض فيها لكل السوفت سكيلز، لان انا بعتبر الراجل اللي واقف قدامي كترينر ان هو كوتش، ان هو ليدر، فبالتالي المهارات للانتربيرسونال والانترابيرسون لابد انها تكون موجودة فيه. طب هل تراك التي او تي كافي ان انا اشتغل على النقاط دي واحول شخص عادي لترينر؟ التراك اللي احنا بنقدمه بيعتمد في الاساس على تقديم مادة علمية نظرية ثم ورش عمل بتعتمد على التحويل ده بشكل ايجابي وبشكل حرفي، وده اللي احنا هنشوفه مع بعض في تراك التي او تي، وهنشوف ازاي السكيلز دي بنبدأ نكتسبها من بدايتها حتى ننتهي بوجود ترينر موجود معانا في سوق الترينينج. ومرحبا طبعا بالترينرز الجدد.